قرار قد يقلب الأمور رأساً على عقب، قرار أرهق الديمقراطيين فور صدوره. إنه قرار المحكمة العليا الأمريكية التي وافقت على سماع قضية ادعاء الرئيس السابق دونالد ترامب أنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة. ترامب المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة 2024 والذي يواجه عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، حددت له المحكمة العليا 22 من إبريل المقبل لسماع مرافعاته، قائلة إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 خلال أحداث اقتحام الكابيتول ستظل معلقة في الوقت الحالي. ومن المتوقع صدور الحكم بحلول نهاية الولاية الحالية للمحكمة في يونيو المقبل، وهو ما يراهن عليه ترامب في كسب الوقت لإثبات براءته، ولكن ليس الأمر بهذه السهولة أيضاً. فبحسب نيويورك تايمز في تقرير مفصل تقول إنه ليس من المستبعد أن يظل ترامب في مواجهة هيئة محلفين في القضية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن قبل يوم الانتخابات. وعند هذه المرحلة فإن التقويم القانوني يشير إلى أنه إذا أصدرت المحكمة العليا حكماً في يونيو المقبل ووجدوا أن ترامب ليس محصناً من الملاحقة القضائية، فمن الممكن أن تبدأ المحاكمة بحلول أواخر سبتمبر أو أكتوبر المقبل. لكن مع كل تأجيل فإن الاحتمالات تزداد ألا يتاح للناخبين فرصة الاستماع إلى أدلة بأن ترامب سعى لتخريب الانتخابات الأخيرة قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمونه في الانتخابات الحالية. ولو نجح ترامب في تأجيل المحاكمة لما بعد الانتخابات وفاز فيها، فإنه يمكن أن يستخدم صلاحيات منصبه الرئاسي للسعي إلى إنهاء مزاعم التدخل في الانتخابات على الإطلاق. فضلاً عن ذلك فإن سياسة وزارة العدل تمنع محاكمة أي رئيس حالي، ما يعني أنه بمجرد أدائه اليمين فمن المحتمل أن يتم تأجيل أي محاكمة فيدرالية يواجهها إلى ما بعد ترك منصبه. فهل ينجح ترامب في هذه الخطة؟